أهلا بكم إلى المشهدية من الميادين وفي مشاهدها. زلزال المغرب يخلف عددا كبير من الضحايا ودمارا واسعا. كيف تخفف البلدان المعرضة للزلازل من تبعاتها؟ الاشتباكات المتقطعة في مخيم عين الحلوة مؤشر على عدم استقرار وضعه. ما الصيغة المطلوبة لضبط الأمور ومنع تكرار الاشتباكات؟ جهود أمريكية وعشرات ملايين الدولارات لتطوير ملابس تسجل بيانات الفيديو والصوت. هل يدخل عالم التجسس مرحلة أكثر خطراً؟ أنظمة الحمية ذات الصنف الغذائي الواحد نتائج سريعة، لكن ما أبرز الأضرار والخسائر الصحية الناتجة عنها؟ كل القلوب إلى المغرب والآمال بأن تتجاوز المملكة المغربية هذه المحنة بأقل ضرر ممكن كانت بارزة في جميع التفاعلات الرسمية والشعبية عربيا ودوليا. حصيلة الضحايا سترتفع للأسف. هذا الأمر من أبرز عناصر الواقع المؤلم الذي تتركه الزلازل بعد انتهائها. السلطات المغربية استنفرت كل أجهزة الإنقاذ وشكلت خلية أزمة وطنية لمتابعة مواجهة التبعات. عشرات الدول أبدت تضامنها وعرضت تقديم المساعدات. بدا لافتا الموقف الجزائري، حيث قررت الرئاسة فتح المجال الجوي للبلاد لتقديم المساعدات إلى المغرب، ووضعت إمكاناتها البشرية والمادية في خدمة الشعب المغربي. دبلوماسية الزلازل وأخلاق الجيرة تفرضان نفسها مجددا بين شعبين يجمعهما الكثير. هذا ليس مستغربا، وقد شهدنا مشهدا مماثلا قبل أشهر من كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط فبراير الماضي. إنه الزلزال الأعنف منذ قرن، وعلى الأرجح منذ قرون. نتائجه عنيفة أيضا. السلطات تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ المصابين، وكل من وجد في بقعة الزلزال كان يمكن أن يكون من ضحاياه. هي شدة ستزول، لكن الآن ما زالت تجربة قاسية، وفي خضمها تتجه الأنظار إلى سرعة الاستجابة لمعالجة آثار هذه الكارثة والبناء عليها للمستقبل كما بني على سابقاتها. وهذا مسار البشرية مع الزلازل. نحن أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسين. أولا، أي عوائق تقف أمام جهود الإغاثة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض؟ ثانيا، كيف تنعكس بيانات التضامن والدعم المتوالية للمغرب على أرض الواقع؟ سنجيب عن هذه الأسئلة وأكثر مع ضيف المشهد الساخن السيد كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، معنا من الرباط. نرحب بك سيدي ونسأل. باتت قبل ساعات خلية أزمة بإعلان مغربي رسمي لمتابعة ومجابهة آثار الزلزال الكارثة. هل ربما يصار إلى طلب الدعم عربيا أو دوليا لمساعدة المغرب؟ وقبل أن تبدأ بالإجابة نتقدم بالتعازي ومشاعر التضامن مع الشعب المغربي. شكرا لكم على هذه المشاعر، شكرا على الاستضافة، ويعني بداية كذلك بدوري أن أتقدم بالتعازي الحارة لأسر الضحايا ونترحم عليهم. أن نعبر عن متمنياتنا بخالص الشفاء للجرحى، أن نعبر عن التضامن الكامل مع أهلنا في الحاوز وفي تارودانت وفي شيشاوة وفي ورزازات وفي مراكش وفي كل المناطق التي هي الآن منكوبة وهي الآن تلملم جراحها. فسؤالكم يتعلق ب كيف يمكن، لو سمحت، يعني تتعلم بأن اللحظة هي في الحقيقة لحظة حزن ولحظة ألم، وتفضلت وتكرمت بتكرار بالتأكيد. يعني قبل ساعات أعلن رسميا عن تشكيل خلية أزمة، غالبية وزارات الدولة المغربية المعنية هي مشتركة بهذه الخلية، وأيضا كانت هناك دعوات لمساعدة المغرب بمواجهة هذه الكارثة. هل سيطلب الدعم عربيا أو دوليا لأنه الجهود الوطنية ربما غير كافية لمواجهة الآثار؟
دعني أقول قبل الإجابة على سؤالك بأنه يعني في مثل هذه الكوارث، في مثل هذه الأحداث التي تسمى القوة القاهرة والتي لا رد لها، فالتحدي الأساس يكون هو التدخل من أجل تقديم المساعدات والإسعاف وإنقاذ الأرواح. يعني أقول كذلك بأنه السلطات المغربية وبقيادة جلالة الملك يعني كانت مبادرة ومنذ الساعات الأولى، وتواصل قوات الجيش والسلطات المحلية والهيئات المنتخبة والسلطات الصحية تبذل مجهودات جبارة، تتواصل في هذه الأثناء. طبعا المغرب يعني لا رد لقضاء الله، كانت لنا تجارب مؤلمة كذلك علمتنا واستفدنا منها، وأعدينا العدة قدر المستطاع لمواجهة هذه الكوارث. ربما كان آخر هذه الزلة الحسيمة. المغرب يتوفر اليوم على صندوق للكوارث. المغرب تمكن كما قلت من نشر وسائل بشرية ولوجستية مهمة، وحدات متخصصة، طائرات بدون طيار، مستشفى جراحي ميداني. طبعا كل هذه الوسائل وأيضا الاستعداد التلقائي والتطوعي للمواطنات والمواطنين خصوصا في محليا في المناطق المنكوبة من أجل تقديم كل المساعدات الممكنة. وأنا أتحدث إليكم في المناطق المنكوبة وفي العديد من مدن المغرب، هناك صفوف لا تنتهي للمواطنات والمواطنين من أجل التبرع بالدم. هناك هيئات مدنية مهنية كلها تعلن عن مبادرات من أجل المساعدة، مبادرات مختلفة متنوعة. طبعا كل هذا يطرح تحدي الجاهزية والسرعة في إيصال المساعدات وفي تقديم أو القيام بالتدخلات اللازمة من أجل إنقاذ الأرواح، لأنه الأساسي في هذه اللحظة هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. هل هناك أي معلومة أو أي حصيلة لعدد المفقودين أو ما زالوا تحت الأنقاض؟ المعلومات المضبوطة أو التي تتمتع بالصدقية هي إلى حد الساعة، ومع كامل الأسف ربما هذه حصيلة مؤقتة، نتمنى صادقين أن تصفي أكثر من ذلك. نعلم بأن عدد الوفيات تجاوز 1000، يصل إلى 1037 حاليا. عدد الجرحى يتجاوز 1200، أكثر مئات 700 حالة وما يزيد، هي في وضعية حرجة. طبعا باقي المعطيات المتعلقة بالمفقودين لا نتوفر عليها، أو شخصيا لا أتوفر عليها. وأريد بهذه المناسبة كذلك أن أنوه بالمجهود المهني الكبير الذي بذله الإعلام العمومي منذ الساعات الأولى لوقوع هذه الكارثة، بحيث كان ضروريا أن يبذل مجهودا في الترويج للمعلومة المضبوطة والمتأتية من مصادر مسؤولة. وكذلك تدخلاته المهنية ومواكبته المهنية ساعدت على التهدئة وعلى أن يستعيد الناس ثقتهم في إمكانية بلدهم وفي تضامنهم الجماعي وفي قدرتهم على مواجهة هذه المحنة، ونلملم جراحنا. وأن سيدي سنتحدث أكثر بالتضامن سواء على الصعيد الداخلي، وهذا ما شاهدناه من هبة أبناء المغرب من جميع المناطق للتبرع بالدم لمساعدة المصابين، وأيضا الحملات في خارج المغرب خصوصا من الجزائر، يعني حملة الأخوة العاجلة. سنتحدث أكثر بهذه المواقف، لكن أيضا اسمح لي أن أسأل حول من خسروا منازلهم جراء الزلزال الكارثة. اليوم سيباتون في مخيمات، هل هناك أماكن أخرى؟ هل هذه الأماكن مجهزة؟ هل هناك أي مشاكل لوجستية لهذه العائلات التي ستضطر لأن تبات خارج المنازل؟ أنا قلت قبل قليل بأنه الأولوية هي طبعا بالنظر أولا لصعوبة الولوج إلى المناطق المتضررة والمنكوبة، وصعوبة إيصال الإسعافات والمساعدات بالنظر لنوعية تضاريس المناطق المنكوبة، خاصة في منطقة
الحوز التي كانت فيها أكبر عدد من الضحايا. هذه هي الأولوية. طبعا بالموازاة مع ذلك أيضا يجب التكفل بكل الضحايا الذين فقدوا منازلهم، ويجب من الآن إيجاد حلول الفورية لهم من أجل ضمان حياة كريمة في هذه الظروف الحرجة والدقيقة والصعبة. قلت لك نعم، للأسف سنعود الاتصال بالسيد كريم تاج بعد أن نذهب إلى هذا العرض، حيث هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية رجحت أن تكون أضرار الزلزال بشريا وعمرانيا وساعة النطاق. بالمجمل هذا الوصف مطابق لنتائج الزلزال التي ضربت المغرب منذ قرون، خصوصا أن موقعه الجيولوجي يضعه على خط زلازل بين الصفيحتين الأفريقية والأوراسية. يذكر التاريخ زلزالا كبيرا ضرب منطقة استراتيجية من المغرب اليوم هي ضفتا مضيق جبل طارق، كان ذلك عام 818 للميلاد، تلاه عام 1970 زلزال أكبر خلف مئات الضحايا. بعده ب600 عام تقريبا سجل التاريخ زلزالا عنيفا أيضا دمر أجزاء واسعة من مدن المغرب التاريخية، من أبرزها فاس ومكناس وتازة، دمار كبير ومئات الضحايا أيضا. منذ عام 1600 للميلاد ضربت زلازل عديدة المغرب على امتداد 300 عام، أبرزها في مليلة التي تحتلها إسبانيا اليوم وأغادير ومراكش وتطوان. ويروي التاريخ كيف هشمت الزلازل عمران المدن المغربية العريقة. وبعد اختراع مقياس ريختر لتسجيل قوة الهزات الأرضية، عاش المغرب هزة أرضية قوية بقوة 5.7، مركزها مدينة أغادير في المغرب. حصل ذلك عام 1960 وعرف بزلزال أغادير الشهير الذي خلف 15,000 قتيل وخلف دمارا واسعا. الموجات الزلزالية حطت رحالها عام 2004 في إقليم الحسيمة الذي كان يتحدث عنه ضيفنا قبل قليل. ذلك الزلزال بلغت قوته 6 على مقياس ريختر، ضرب الإقليم وخلف نحو 650 قتيل، وهو مشهد لم يكن مستغربا على الحسيمة التي شهدت قبل زلزال 2004 3 هزات قوية في 84 عام. بالعودة لضيفنا الأستاذ كريم تاج، يعني كنا نريد أن نسأل بعد العرض حول تطور الإمكانيات المغربية خصوصا والعربية عموما بعدما تطورت أيضا الأجهزة لاستشعار الزلازل وقوة هذه الزلازل، فإلى أي حد كدول عربية، واليوم نتحدث عن مثال المغرب، طورنا أيضا كدول من إمكانياتنا لمواجهة هكذا نوع من الكوارث؟ طبعا وقع تقدم كبير في المغرب على هذا المستوى بالنسبة للعديد من السلطات المعنية بهكذا مواضيع، وفي مقدمتها طبعا كما كنت أقول قبل قليل القوات المسلحة الملكية. أنتم تعلمون كإعلاميين متتبعين لما يقع في العالم، في أكثر من مناسبة أبانت القوات المسلحة الملكية عن جاهزية وعن في من أجل التدخل من أجل المساعدة والتضامن مع العديد من الدول العربية والإفريقية من أجل تقديم المساعدات في مناسبات وأحداث مؤلمة مثل هذه. كما قلت أيضا العديد من السلطات المغربية اكتسبت المهارات اللازمة من أجل القيام بتدخلات لازمة في مثل هذه ومن أجل إيجاد الطرق الكفيلة للتنسيق والتوفر على الجاهزية والسرعة والفعالية المطلوبة من أجل القيام بالمتعين. طيب سيد كريم، اسمح لي هنا أن نستثمر الوقت المتبقي معك لنسألك سياسيا عن ما يعرف بدبلوماسية الزلازل. تابعنا مواقف داعمة على الصعيد الشعبي في مواقع التواصل الاجتماعي للمغرب وللشعب المغربي، أيضا على صعيد الدول، الكثير من الدول العربية وحتى غير العربية أبدت استعدادها لدعم المغرب لمواجهة هذه الكارثة.
وأيضا كان لافتا الموقف الجزائري، الجزائر فتحت الأجواء لمساعدة المغرب قبل قليل الإعلان عن حملة الأخوة العاجلة في الجزائر لجمع المساعدات لمساعدة الشعب المغربي الشقيق. كيف تلقف الشعب المغربي هذه الهبة من قبل الشعب الجزائري لمساعدته؟ بكل التأثر وبكل الارتياح، وسواء تعلق الأمر بالمبادرة الخيرة للشعب الجزائري أو باقي المبادرات أو باقي مشاعر التضامن ومشاطرة الشعب المغربي أحزانه في هذه الفاجعة المؤلمة. كنت أقول لك قبل أن تطرح هذا السؤال بأنه مهما بلغت أكبر الدول العظمى عندما تواجه كوارث من هذا النوع، على الرغم من جاهزيتها وعلى الرغم من تطور ما تتوفر عليه من إمكانات بشرية ولوجستية، فالجميع في مثل هذه الحالات يكون في حاجة إلى التضامن أولا، إلى المساعدات أيضا في مستويات مختلفة. دعني أقول كذلك بأنه، وهذه ليست بتلك طبعا، المسألة ليست لا تطرح بهذه الكيفية، ولكن دعني أقول كذلك بأن المغرب لم يتأخر يوما عن أن يكون في الصفوف الأولى لمساعدة كل الدول، كل الشعوب التي تعرضت لهكذا محن ولهكذا فواجع. ولذلك أعتقد بأنه ربما أنت سميتها بدبلوماسية الزلازل أو دبلوماسية الكوارث، أو نأمل في أن يخرج من رحم هذه المحنة ومحن أخرى لا نريدها لا لبلدنا ولا لأي شعب أو بلد آخر، يعني صياغ أخرى للتضامن والتآزر وتجاوز كل المشاكل والخلافات التي لا تؤثر فقط على بلد دون الآخر، بل تؤثر بالأساس على المستقبل المشترك للشعوب من أجل الرفاهية والعيش الكريم والوئام والسلم والسلام. يعني هو الوقت انتهى، لكن بدقيقة سيد كريم، هل يعني الآن المغرب ما زال يعاني والكارثة حلت فجر اليوم، لكن في قادم الأيام عندما ستصل المساعدات وهذه عبارات التضامن سترسم خارطة جديدة سياسية، أو ستفرض على الدول خارطة سياسية جديدة سواء مع الجزائر أو غيرها؟ وإن كان الوقت يعني ليس للكلام في السياسة، الوقت وقت حزن ووقت يعني تطلع إلى أن نتجاوز هذه المحن. دعني أقول لك بأن المغرب لم ينتظر المحن ولن ينتظر المحن، كان دائما يمد يده سواء وبالخصوص للأخوة في الجزائر، كان يمد يده من أجل أن نبني جميعا مستقبلنا المشترك ومستقبل المنطقة ومستقبل شعوبنا، وأن نتجاوز العديد من بالتأكيد. ونحن أيضا مع إذابة هذه الخلافات والشعوب العربية، ونحن منها كعرب مع المغرب، نتضامن مع المغرب لمواجهة هذه الكارثة التي حلت به، ونتمنى الشفاء للجرحى والرحمة لضحايا هذا الزلزال. شكرا جزيلا لك السيد كريم تاج، عضو المكتب السياسي لحزب يعني وتعني كذلك من خلالكم أن أتوجه بالشكر لكل من تضامن مع شعبنا في هذه المحنة. هذا أقل الواجب تجاه الشعب المغربي والشعوب العربية. شكرا جزيلا لك سيدي. اللا استقرار هي السمة الأبرز لما يجري في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا بجنوب لبنان. فالاشتباكات في المخيم بين حركة فتح وعناصر مجموعات إسلامية مسلحة عادت على نحو متقطع بعد أكثر من أسبوع من الهدوء عاشه المخيم،
ومراقبون يبدون عن قلقهم، خصوصا وأن صيغة الهدوء المستدام في المخيم ما زالت غير منجزة على الأرض. الجيش اللبناني بدوره أعلن اتخاذ التدابير المناسبة والاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تعرض حياة المواطنين للخطر. المشهد الضبابي مقلق، وكل الهدوء يسود المخيم، يمكنه وصفه بالحذر. حتى إشعار آخر هو اتفاق الجميع على تهدئة تقوم بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاع هذه الاشتباكات العنيفة التي استمرت لأيام. مباشرة إلى صيدا من عند مخيم عين الحلوة معنا من هناك مراسل الميادين الزميل حسان الرفاعي. مرحبا بك حسان. لو نسألك عن الأوضاع الميدانية كيف تبدو؟ يعني قبل ساعات كانت هناك اشتباكات، هل ما زالت مستمرة؟ لا أريد القول أن هناك اشتباكات كما كانت خلال ساعات الظهر، إلا أن تبادل إطلاق نار وللقذائف لازال مستمرا وإن كان بشكل متقطع. يعني بين الفينة والفينة نسمع رشقات نارية، لا نعلم من يطلق هذه الرشقات، كلا الطرفين يتهم الآخر بإطلاق هذه الرشقات، بالإضافة إلى القذائف الصاروخية التي تطلق يعني حوالي كل 10 دقائق هناك قذيفة صاروخية. الأهم من هذا بأن حصيلة اشتباكات هذا اليوم هي 4 ضحايا وأكثر من 20 جريح حتى اللحظة، وهناك مساعي لمحاولة تهدئة الأمور قبل حلول ساعات الليل المتأخر التي يخشى أن تغطي أي اشتباك قد يحدث خلال الساعات المقبلة. الاشتباكات التي أتت بعد فترة من الصدامات المتقطعة بين الطرفين طاولت معظم أحياء ومحاور مخيم عين الحلو. يعني في هذه الأثناء نسمع صوت قذيفة خلفنا، نحن نقف في منطقة التعمير. من الواضح لكم أن يعني هناك سيارة إسعاف داخل المخيم، نستطيع رؤية الإضاءة لكنها هنا منذ حوالي النصف ساعة ولم تتحرك، وهذا الأمر يعني نسمع مجددا إطلاق القذائف. كما كنت أقول بأن الاشتباكات اليوم كانت مختلفة عما جرى خلال الأسبوع الماضي، إذ طاولت معظم أحياء ومحاور مخيم عين الحلو، يعني من التعمير إلى البركسات إلى البستان إلى الرأس الأحمر إلى حي حطين إلى الطيري وجبل الحليب. وقد شهد التبادل كثيف لإطلاق النار خلال ساعات النهار بين الطرفين، بين حركة فتح من جهة وبين المجموعات المسلحة من جهة أخرى. هذه الاشتباكات لم تقتصر على مخيم عين الحلو، إلا أن إذ إن الرصاص الطائش والقذائف الطائشة إن صح القول طاولت المباني والأحياء المتاخمة لمخيم عين الحلو في صيدا. هذا أيضا ما نريد أن نسألك عنه حسان، وصل، لكن فقط اسمح لي أن أسألك عن الوضع الإنساني داخل المخيم، لأن هناك الكثير من العائلات، وعندما اشتدت الاشتباكات قبل فترة كانت هناك أزمة إنسانية. اليوم كيف تبدو؟ بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا الزهراني ومن رئيس هذه الخلية السيد مصطفى حجازي، بأن هناك حوالي 2000 نازح خرجوا من مخيم عين الحلو ومن المناطق المتاخمة للمخيم. هؤلاء انتقلوا إلى بعض المساجد في المنطقة، إلى مبنى البلدية، وتعمل بلدية صيدا مع الصليب الأحمر اللبناني ومع مجموعات أهلية على نصب خيم بالقرب من ملعب صيدا البلدي، وعلى استئجار بعض المباني والمدارس لنقل هؤلاء النازحين إلى تلك النقاط لإبعادهم قدر الإمكان عن مخيم عين الحلوة. هناك خشية كبيرة من توسع رقعة الاشتباك واستمرارها، إذ إن مع مرور الساعات تتوسع رقعة الاشتباك، وهناك خوف جدي على المدنيين في هذه المنطقة إن كان في المخيم أو المناطق المتاخمة. وأيضا هناك مساعي لتأمين الغذاء والدواء لمن خرجوا من المخيم دون حمل أمتعتهم وأغراضهم، خرجوا على عجلة إذ إن الاشتباكات باغتت الجميع هنا في المخيم. طيب حسان، بخصوص مساعي وقف إطلاق النار، مساعي التهدئة، أين وصلت الاتصالات؟ هل هي على صعيد داخلي وخارجي؟ كيف تبدو؟
الاتصالات لوقف إطلاق النار تشمل أطراف لبنانية وأيضا تشمل أطراف فلسطينية. ربما أبرز ما جرى خلال ساعات النهار هو اتصال رئيس حكومة تصريف الأعمال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، والطلب إليه بالسعي لوقف إطلاق النار على قاعدة أن هذا الأمر يضر بأهالي المخيم وبمدينة صيدا وبالأمن اللبناني بشكل عام. هذه الاتصالات لم تقتصر على رئيس الحكومة، بل كان هناك مسعى من حركة أمل بالإضافة إلى النائب أسامة سعد والشيخ ماهر حمود لمحاولة تهدئة الأمور. إلا أن حصيلة ما جرى خلال ساعات النهار بحسب ما أطلعنا عليه عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك غسان أيوب، بأن هيئة العمل الفلسطيني اجتمعت في ساعات ما بعد ظهر اليوم واتخذت قرارا بوقف إطلاق النار بشكل نهائي على أن يتم هذا الأمر خلال الساعات هذه. وقد انقسم الوفد إلى قسمين، القسم الأول توجه إلى المجموعات المسلحة للحديث معهم، فيما اتجه القسم الآخر إلى حركة فتح أيضا للحديث معهم ومحاولة تثبيت وقف إطلاق النار. بناء على هذه المعلومات أجرينا بضع اتصالات بالطرفين. فأكد لنا اللواء ماهر شبايط أمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير في صيدا بأنهم مع وقف إطلاق النار ليتسنى للقوة المشتركة الفلسطينية بجلب المتهمين بعملية اغتيال لواء العرموشي ورفاقه، وبحسب قوله أنهم موجودين في حي التعمير والطوارئ لتسليمهم إلى القضاء اللبناني. على المقلب الآخر أكدت مصادر الشباب المسلم للميادين بأنهم مع وقف إطلاق النار ويثمنون المبادرات اللبنانية التي تقودها حركة أمل والجيش اللبناني، واصفين هذه المبادرات بأنها الأنجع لوقف إطلاق النار، وأكدوا أنهم سيوقفون إطلاق النار فور تثبيت المبادرة، مؤكدين أيضا تواصلهم المستمر مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك. طيب، على مقلب آخر وكان لافت جدا بحسب مصادر أمنية خاصة بالميادين أن مخابرات الجيش أبلغت المعنيين وحذرت بعض المسؤولين المباشرين من تجدد الاشتباكات، تحدثت معهم بشكل مباشر وهم ينتمون إلى طرفي الاشتباك، وأكدت لمن يعنيهم الأمر بأن الاستمرار في الاشتباكات المسلحة وانتهاك وقف إطلاق النار سيتبعه إجراءات وتدابير رادعة، وبالتأكيد أن هذه التدابير لن تعجب أي من هذا الأمر. في إطار المساعي كنت تتحدث بخصوص البنايات القريبة من المخيم، ونسأل أيضا عن الأوتوستراد المؤدي إلى بيروت، وبقي دقيقة واحدة، كيف تبدو الأوضاع؟ الأبنية المحيطة بالمخيم طاولها الرصاص العشوائي، طاولتها القذائف، يعني معظم من يسكنون في أماكن مطلة على مخيم عين الحلو ومتاخمة للمخيم غادروا منازلهم إلى منازل بعيدة عن المخيم. الخوف الأكبر هو من الطريق المحاذي أو الأوتوستراد المحاذي لمخيم عين الحلو، وهنا نتحدث نحن في نهاية الأسبوع، يتجه اللبنانيون من أبناء الجنوب إلى ضياعهم في الجنوب، هناك خشية أن تستمر هذه الاشتباكات ما سيؤدي إلى عرقلة عودة اللبنانيين إلى العاصمة بيروت، إلى ضاحية بيروت الجنوبية، إلى مختلف المناطق من الجنوب يوم غد. وردت بعض المصادر بأن المساعي الجادة هي لتجنيب اللبنانيين التعرض لأي خضات أمنية أو أي اهتزازات أمنية جراء المرور على هذه الطريق إن كان هناك اشتباكات. شكرا جزيلا لك حسان الرفاعي مراسل الميادين، كنت معنا من عين الحلوة في صيدا، مخيم عين الحلوة في صيدا بجنوب لبنان. مشهد اليوم من كاليفورنيا، حيث يتبلور مشروع تقول شركة إلف إنه سيكون رائدا. ما هو هذا المشروع؟ هو سيارة طائرة. عرضت الشركة نموذجها الأولي وقالت إنه يقترب من أن يصبح حقيقة. هذه السيارة التي تعول عليها الشركة حصلت أخيرا على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية لرحلات تجريبية، لكن الشركة الناشئة لم تقم بعد بتشغيل السيارة في الجو أمام وسائل الإعلام أو الجمهور، ولم تنشر فيديو حتى للسيارة أثناء الطيران. يقول مدير الشركة أن إقلاع السيارة سيكون بشكل عمودي وتتم قيادتها كقيادة السيارة العادية، ولكن يجري ركنها بطريقة أسهل عن طريق أو على طريقة هبوط المروحيات. في الحصيلة
تنتظر الشركة الاستحصال على كل الموافقات المطلوبة في مطلع العام المقبل، وذلك تمهيدا لبدء بيعها في عام 2025. سيارة طائرة ربما يعني تنتقل ازدحامات السير إلى الفضاء. فاصل ونتابع المشهدية. ملايين الدولارات تنفقها مديرية الاستخبارات الوطنية الأمريكية لتطوير ملابس. هذه الملابس تسجل الصوت والفيديو والموقع الجغرافي. الهدف هو المراقبة وجمع البيانات. وفي حال نجاح هذا المشروع فمن المحتمل أن تصبح أداة في ترسانة إنشاء أنظمة استخبارات ومراقبة. مباشرة إلى لندن مع الخبير بأمن المعلومات الأستاذ أحمد الشيخ. أستاذ أحمد نرحب بك معنا على المشهدية ونسأل، وين رايحين في ظل هكذا أحلام أو هكذا آمال أو هكذا سعي؟ تكنولوجيا ملبوسة كيف يمكن أن تستخدم؟ يعني هي التكنولوجيا القابلة للارتداء موجودة بالفعل، زي الساعات الذكية وزي النظارات. والساعات الذكية زي ما احنا عارفين هي بترصد حركة الجسم ونشاطه وإنجاز الألعاب الرياضية أو التمارين الرياضية وضربات القلب، وأحيانا ترصد معلومات طبية دقيقة ويتم تحويل هذه المعلومات إلى ملفات أو تقارير طبية. فالتكنولوجيا القابلة للارتداء خلاص موجودة. يعني هم اللي بيفكروا فيه دلوقتي إن الإنسان اللي بيجري مثلا، بدل ما يكون بيجري ومضطر ان هو يعني يكون معاه تليفون مثلا عشان يعرف به الطريق، يعني لو ضل الطريق يعرف يرجع، ويكون لابس هذه الساعه علشان ترصد ضربات القلب ومدى انجازه للتمارين الرياضيه، فيكون كل ده موجود مثلا في التيشيرت، فيبقى لابس تيشيرت هو بيقوم بهذه العمليات كلها ويوفر عليه. ولكن طبعا كل دي حاجات افكار يعني تبدو بعيده المنال. تبدو بعيدة المنال، لكن الآن نتحدث عن تقرير وهناك سعي وهناك مبالغ مرصودة. أنت تقصد الساعات الأبل ووتش أو الهاتف المحمول، هذا ممكن منطقي معقول أن يتم تتبع شخص معين من خلال ساعته، من خلال لكن من خلال ملابسه الداخلية أو من خلال الجرافات مثلا أو من خلال بدلة يرتديها، كيف؟ هو شوف، هو في حاجتين لازم ناخد بالنا منهم في الموضوع اللي رصدت له المخابرات الأمريكية 20 مليون دولار. دي ليست المرة الأولى اللي ترصد فيها مبالغ بهذا الشكل. هذا المشروع هو مشروع لمدة 6 سنوات مقسم إلى 3 مراحل، وكل مرحلة مكونة من عامين. لما نتكلم عن مشروع بهذا الشكل مقسم إلى 6 سنوات، يأخذنا إلى مشروع سابق كان عمره 6 سنوات أيضا، انطلق في 2013 وكان لتطوير بدلة تشبه بدلة أيرون مان، فبدلة يلبسها ضابط المخابرات أو عنصر الأمن أو الشخص اللي بيقوم بعمليات تفتيش على الأسلحة، زي البدلة اللي هم بيفكروا فيها دلوقتي. هذا المشروع اللي انطلق 2013 توقف في 2019 بخسائر قيمتها 80 مليون دولار. 2019 قالوا ان هذه التجربة يعني فشلت، لان الموضوع كان يعني صعب المنال زي ما احنا قلنا. التجربة اللي هم بيفكروا فيها دلوقتي هم عايزين يحققوا حاجتين اتنين. رقم واحد ان هم يساعدوا العناصر بتاعتهم، ان لو في حد مثلا خبير في جمع الادله في موقع حادثه جنائيه، فمش لازم يكون معاه اجهزه كتير جدا، ممكن بس عن طريق القميص ده يكون مزود يعني بانواع كتير من التكنولوجيا، فتفرغ هذا الشخص، تجمع له هذه المعلومات وتفضي ايديه وتفضي عينيه، مش لازم يكون لابس نظارات معينه ولا ماسك حاجات في ايديه،
يقدر يقوم بادوار مختلفه يعني. ده واحد من الاسباب اللي هم بيتكلموا عنها. في سبب اخر بقى، وده السبب اللي انا مقتنع بيه اكتر، هو سبب بروباجندا اكتر منه ان هو سبب عملي. المخابرات الامريكيه عايزانا دايما نعيش في تجربه ايرون مان يعني والعناصر الامريكيه التي لا تقهر، خصوصا عناصر المخابرات الامريكيه. في افلام امريكيه كتير بتعزز هذه الصوره، لدرجه ان في افلام مثلا بتعزز فكره تفوق عنصر المخابرات الامريكيه على عنصر الاف بي اي، فيعني مش بس يعني تفوق العنصر المخابرات الامريكيه على عناصر مخابراتيه اخرى، ولكن لا، حتى تفوق داخل الولايات المتحده. فانا شايف ان ده داخلي. طيب، بما انه التنافس داخلي واصل الى هذه المرحله، اسمح لي ان اسالك عن منطقيه هكذا طرح. هل هناك امكانيه ان ينجح فعلا ام مستبعد تماما؟ لو احنا اتكلمنا عن ان دي تكنولوجيا تكون متوفره للاشخاص العاديين، فنعمله تي شيرت يستخدمه في الالعاب الرياضيه مثلا، فاحنا مبدئيا بنتكلم عن 6 سنوات. لازم نستنى 6 سنوات علشان نشوف هذه التجربه هتنجح ولا لا. بعد 6 سنوات احنا بنتكلم عن تي شيرت غالي جدا، ممكن ثمنه يكون $1000 مثلا. فهل التي شيرت ابو $1000 ده الناس هتاخده فعلا عشان تلعب بيه رياضه؟ وبعد كده لازم التي شيرت ده يكون قابل للغسل، يعني اروح العب انا بيه رياضه وبعد كده ارجع اغسله وبعدين البسه ثاني يوم ويكون عملي وبيسهل عليا حياتي فعلا. المهم كمان ان هذا التي شيرت لا يكون عرضه للاختراق، لان انا لابس تي شيرت دلوقتي بيرصد معلومات مهمة عني، معلومات أنا فين ومعلومات متعلقة بصحتي مثلا، فمن سيحصل على هذه المعلومات؟ فعلشان كده بعد 6 سنوات احتمال كبير جدا يصدر يعني بيان زي البيان اللي صدر في 2019 وقال ان احنا صرفنا $80 مليون ولكن بدلة ايرون مان لم تخرج الى النور. فالتي شيرت بتاع ايرون مان هذه المرة ربما لا يخرج الى النور سنة 2029. وطالما الموضوع متعلق بالمخابرات يمكن يدخل الخدمة ويقولون انه غير داخل للخدمه، فشلنا به لانه يستفيدون اكثر. ممكن طبعا يقولوا لنا ده سر. وفي نقطه مهمه جدا، يعني لما بنحط كلمه المخابرات، هم طبعا المره دي استخدموا كلمه الملابس الداخليه وقالوا ان احنا بنعمل تكنولوجيا رصد الملابس الداخليه. ده يعيدنا الى الاساطير القديمه اللي كانت دايما تتردد عن المخابرات الامريكيه، ان هي عارفه فلان وعارفه مكانه وحتى عارفه فين ملابسه، عارفه نوع ملابسه الداخليه. ابو بكر البغدادي قتل، قالوا ان احنا قدرنا نرصده عن طريق عنصر تم تجنيده وسرق ملابسه الداخليه. فدايما المخابرات الامريكيه عايزه تقول ان هي بتقدر توصل لادق التفاصيل، ويعني ابو بكر البغدادي وبن لادن وغيره فضل يعني محير المخابرات الامريكيه سنوات طويله جدا، ولكن دايما هم عايزين يقولوا ان احنا بنرصد تفاصيل، فهنعمل تكنولوجيا ويعني زي ما هم دايما بيستخدموا فكره بنرصد او بنصل الى نوع الملابس الداخليه. فالمره دي هم بقى عاملين مشروع كبير جدا تحت شعار تكنولوجيا التجسس على الملابس الداخلية. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد الشيخ، الخبير في أمن المعلومات والخبير بالإعلام الرقمي، كنت معنا من لندن. أن نأكل صنفا واحدا في الحمية الغذائية فنحن نكسب بالتأكيد نتائج سريعة على صعيد خسارة الوزن تحديدا، لكن ماذا تكسب صحتنا في المقابل؟ إذ إن أجسامنا ستحرم بالتأكيد التوازن الغذائي، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية. فهل الحمية ذات الصنف الواحد نفعها أقل من ضررها؟ موضوع الصنف الواحد فعلا كان سيء من تجربة شخصية أنا عشتها سابقا، لذلك أنا ما كتير بنصح بالفكرة عن تجربة. ما في شيء اسمه نظام فينا نوقفه، لأنه إذا وقفناه نحن رح نرجع لنمط القديم السابق.
بس نقتنع أنه نحن بدنا ناخد أو نتبنى نظام هو نظام أبدي، بدنا نضلنا متبعينه لنضلنا ناخد نتائجه صح. في بعض الأنظمة بتكون مسيئة للجسم طول الفترة تبعها بيعمل آثار سلبية. تنضم إلينا في الاستوديو المتخصصة بالتغذية الدكتورة حميدة جمعة. تفضلي دكتورة. مرحبا. مرحبا، كيفك؟ نور الاستوديو. شكرا لحضرتك. الحمية الغذائية أو الرجيم وناكل صنف واحد من الغذاء صحي؟ أكيد لا. لا، لأنه ما بيكون متوازن، ما بيعطينا احتياجات جسمنا، فهذا النظام أبدا مش صحي وله كتير أضرار على جسمنا. يعني نحن هيك بنكون عم نخسر فيتامينات ومعادن، بنكون عم نعمل مشاكل هار شعر، ممكن يصير عندنا نقص بالسكر، او لانه هيدي الانظمه بتنزل الوزن بطريقه سريعه ممكن يصير عندنا حصوات بالمراره. طيب اول شيء خلينا نفهم شنو معنى انه نظام صحي او حميه احاديه. خلينا يعني نعرف الحمية الأحادية بالأول. خلينا نعرف الحمية الأحادية شو هي. طيب هي حمية بتعتمد على تناول صنف واحد من الأكل خلال كل نهار. يعني مثلا أنا بتروق بتغدى وبتعشى دجاج أو لحمة أو أي نوع خضرة أو أي نوع فواكه، خلال كل نهار بكون عم باكل بس صنف واحد، لهيك جسمي ما بيكون عم ياخد احتياجاته. هلأ العالم بتحب هيدول أنواع الدايت لأنها بتخسرها وزن بطريقة سريعة بوقت قصير، بس العلامة الاستفهام هون هل هيدا الوزن اللي عم نخسره هو وزن صحي؟ هل نحن منحافظ على الوزن اللي خسرناه بعد فترة؟ أكيد لا، لأنه نحن منكون عم نخسر عضل ومي وما عم نخسر دهون. يعني إذا التزمنا بغذاء واحد نخسر الوزن سريعا. نعم، لكن بذات الوقت الجسم يخسر أكثر، بيخسر عضل ومي، ما بيكون عم يخسر دهن. طيب ما هي الطريقة المثالية؟ انه نكون عم ناكل بطريقه متوازنه، يعني انا اكون عم باكل كل فئات الاكل اللي جسمي بيحتاجها من نشويات لبروتين لدهون صحيه. اما اذا انا بدي اكل اكل بس يعني فئه واحده من الاطعمه، مستحيل قد ما كانت هيدا الطعام قيمته الغذائيه عاليه ما رح يقدر يعطيني احتياجات جسمي، وبالتالي جسمي ما رح يحرق مزبوط، فطاقته بتصير قليله، تركيزي بصير اقل، وشغله مهمه بصير انا عندي تعصيب لانه عم بعمل نظام ما بيعطيني احتياجات جسمي. وبس وقف هيدا الدايت رح يصير عندي شراهه على الاكل من بعدها، لأنه أنا كنت عايشة بحالة حرمان. والأهم أنه نحن بمجرد ما وقفنا المونو دايت أو هيدي الحمية، أنا رح يرجع يزيد كل وزني، لأني أنا خسرت عضل ومي، ما جسمي ما أخذ الطاقة ليحرق دهن. طيب لماذا إذن البعض، بعض الأخصائيين بالتغذية، بعض الأطباء ينصحون بهكذا نوع؟ هلأ عادة قليل جدا ما تكون أخصائية تغذية تنصح بهذا الدايت لأنه غير صحي، يعني له أضرار سلبية كتير على الجسم. بس إذا بدك العالم اللي هي بتعمل هيدا النظام، يعني أنا من فترة في كلاينت عندي قالت لي عملت نظام مونو دايت المي، يعني تروقت اتغدت وتعشت مي، أنا انصدمت، بس بهدف خسارة الوزن السريع. يعني هن بيعملوا هيك دايت، الإنسان إنه هي بيخسر وزن بس بيرجع بيرد كل الوزن، هون المشكله. طيب بس للاسف بدهم يخسروا كثير معادن فيتامينات، حتتاثر كثير صحتهم وحينزل مستوى الحرق، لانه انا عم بخسر عضل ومي، فمستوى حرق جسمي بينزل. يعني اذا بدك الاضرار طيب الان الان بصراحه ما اعرف، يعني ممكن الانسان يعيش على المي؟ ممكن كم يوم؟ شفت الصدمه اللي هلا انت عليها؟ انا نفس الشيء، انه انت عن جد عاشت يومين شربت بس مي، بس مي لمده يومين. بس شو كانت عم تاخذ؟ سبلمنت، كنت عم تاخذ فيتامينات ومعادن. بتقدر تقوم، بس هيدا هل هيدا هو البعض يمكن يلتجئ ايضا للفيتامين عن طريق الحبوب او الاقراص حتى يعوض، بس اكيد هيدا الشيء مش صحي. انا لازم اخذ احتياجات جسمي من الاكل، وهي الفكره وين، انه انا بقدر انزل وزن وبنفس الوقت اكون معتدله. يعني انا بقول لهم دائما القاعده الذهبيه انه انا ما احرم حالي بس اعتدل، اكل كل شيء بس بطريقه معتدله، هيك وزني بينزل وبنفس الوقت بكون عم حافظ على صحتي وما عم بعمل اضطرابات بالاكل. طيب يعني احنا الان بدنا نتحدث للبالغين. نعم. لكن ايضا بالنسبه للوزن الزائد باعمار مختلفه، هناك الاطفال مثلا في عمر معين نتيجه الرضاعه الغير طبيعيه مثلا يكون عندهم وزن زائد. صحيح. في مرحله اكبر التعاطي معهم واحد ام يختلف من مرحله لاخرى؟ لا اكيد كل حدا بيختلف احتياجات جسمه. هون بالغالب الطفل اللي يكون عنده وزن زائد بعد سنه او سنتين ممكن يخسره تلقائيا نتيجه الحركه او ما شابه. مزبوط. وهلا بالوقت الحالي ما كثير عم يحركوا الاولاد مثل قبل، لانه بضلهم قاعدين ايباد وهدول الخبريات وتشيبس وشوكولا اكثر 100%. بس كمان بهيدا العمر نحن كثير لازم نكون منتبهين لنوع الحميه اللي عم نعطيهم اياهم، لانه اذا
الطفل بهذا العمر كان عنده عامل جيني لاضطرابات الطعام ونحن اعطيناهم انظمه حرمان رح يصير عنده اضطرابات بالاكل وهذا شيء جدا خطير على صحتهم. لانه صار يحس انه هذا الشيء ممنوع؟ ممنوع بصير في عنده ممنوع صراها على الاكل من بعدها، بحرم حالي برجع باكل كثير كميات كبيره من بعدها وبصير في اضطرابات الاكل، يعني عادات غير صحيه ابدا. طيب دكتوره الان نريد توصيه للبالغين اللي باعمارنا اللي يعني يفكرون بانه يسوون حميه. انه يتوازنوا، انا اليوم بقدر انزل وزن، هو نزول الوزن الصحي بين 2 ل 4 كيلو بالشهر. اذا انا توازنت اكلت كل شيء ممكن يخطر بي، انا بقول لهم يعني ما في شيء انا مم... انت شو اجى على بالك؟ مقالي بطريقه معتدله، يعني زيوت وسكريات و... بس مش على طول اكيد، يعني انا التوصيات اكيد انه نحن نروح للاشياء المشويه اكثر، نكون عم ناكل مثلا لحمه هبره، دجاج سفاين، بس الفكره انه نحن اذا اجى على بالي انا مره بالجمعه اجى على بالي اكل شيء مقلي ما رح يتاثر الدايت. لانه البعض ممكن يسوي برنامج غذائي ويوم يخلي بالاسبوع انه يسميها يكسر بها الدايت. اوكي بس هو الفكره اذا كان النظام بالاساس معتمد على عدم الحرمان ما رح يوصل لمرحله انه هو يصير يشتهي انه انا بدي اكسر الدايت او اعمل يوم فري اذا بدك اللي بيسموه فري، فعلى طول لما تكون القاعده هي اعتدال بتصير انت ما بقى عم تشتهي اكل هي انا ما هيدا ممنوع مني بالدايت. على طول الممنوع بيكون مرغوب، فانت بس تزرع عندهم قاعده انه انت ما عم تمنع الاكل وعم تقول لهم كيلو بس بكميه معتدله، هن تلقائيا رح يضعفوا بنفس الوقت ما رح يصير من بعدها شراهه على الاكل، لانه الخوف دائما هي من الشراهه اللي بتصير من بعد الدايت. طيب البعض يلتجئ للكيتو دايت. نعم اللي هو اكيد دايت غير صحي. لانه غير صحي. نعم والسبب يعني ذات السبب تقريبا او ذات الاسباب. كمان عم نلغي فئه مهمه جدا اللي هي فئه النشويات اللي هي بتعطي طاقه للجسم وعم ناخذ كميه دهون جدا عاليه، فهذا الدايت غير صحي، بس كمان عم تلجا له العالم لفكره سرعه النزول. طيب احنا يعني خليني اسالك ايضا عن الصيام المتقطع. نعم هلا الصيام المتقطع اذا كان بناسب الشخص بناسب حياه الشخص فينا نكون عم نعمله. بس بدها تكون مناسبه لهذا الشخص، يعني في اشخاص ما بتقدر تتروق وتتغدى وتتعشى، نظام حياتهم بيقدروا ياخذوا وجبتين بالنهار، فينا نكون بس مهم بهيدي الفتره الصغيره اللي نحن عم نقدر ناكل فيها نكون عم نعطيهم احتياجات جسمهم. طيب خليني اسالك ايضا، احنا الان سواء كيتو دايت او البعض راح ل يعني نوع واحد من الاكل في سبيل انه يخسر الوزن سريعا، هذا فقط اثاره الجانبيه انه احنا خسرنا وزن سريع لكن ممكن نكسبه بسرعه الى يعني اثار جانبيه على الكبد او على اثار جانبيه على نقص الفيتامينات والمعادن، طاقه قليله هاي يعني هاي عدم هو بلها بعض الناس عندهم نقص فيتامين دي ايه بس تخيل انت مع الدايت عم تزيد النقص الفيتامينات ولا اثار سلبيه جدا. انت اذا اليوم كمان بصير طاقتك قليله التركيز نشاط قليل وبرجع بقول لك في حتى الكبار اللي عندهم اضطرابات بالاكل اذا انت جيت اليوم اعطيتهم دايت فيه حرمان لانه هو دول الدايت انا بسميهم دايت الحرمان بتكون انت عم بتعزز اضطرابات الاكل يعني عم تزيد المشكله ففي هدول الدايتس عباره عن مشاكل صحيه. طيب البعض يعمل دايت لمده شهر او شهرين ما يستفيد شيء، يعني يكون عمل شهرين دايت خسر بس شهرين وزنه بقى هو بنظام صحي قصدك ولا بشكل عام؟ بنظام صحي. بنظام صحي بيكون في عوامل مؤثره يمكن مشاكل صحيه، مشاكل هرمونز، مشاكل بالغده الدرقيه، مرات الانسولين بيكون عالي، في عوامل مؤثره بتكون عم بتاثر على عدم نزول الوزن، بالتالي مع الطبيب المعالج بنكون عم يعمل فحوصات وبنكتشف السبب وبينحل الموضوع. اذا احنا انتهى الوقت، لازم نواكب طبيب مختص او اخصائي تغذيه بالاضافه. نعم. الى الرياضه مع الرياضه، شرب الماء، ننام بكميه كافيه تمام لانه بيأثر على هرمونات الجوع والشبع، نكون عم نعيش نظام حياة صحي معتدل بنفس الوقت عم ننزل الوزن الصحي الاعتدال. شكرا جزيلا لك الدكتورة حميدة جمعة أخصائية التغذية، كنت معنا في الاستوديو. هذا بهذا تكون قد اكتملت المشهدية لهذه الليلة، شكرا جزيلا وفي أمان الله.